15 آذار هو اليوم العالمي لحماية المستهلك. بهذه المناسبة تنظم الجمعية السورية لحماية المستهلك وغرفة تجارة دمشق ملتقى للتعريف بهذه المناسبة. يا فرح، أكيد للحديث بشكل موسع عن هالموضوع بصباحنا غير أكيد بصرنا نرحب بسراب عثمان رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفة ونائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك. يسعد صباحك، اهلا صباح وسهلا فيك. كل عام ونحن بخير، كل عام والمستهلك بخير. اكيد يسعد لي صباحك. اليوم هو اليوم العالمي لحمايه المستهلك، خلينا نعرف مشاهدينا بهذا اليوم. بدا يوم العالمي لحمايه المستهلك كفكره من الرئيس الامريكي سنه 1962 كان جون كينيدي قدام الكونغرس، قال انه لازم يكون في حق للمستهلك وتحت تسمية انه اثر وتؤثر، انه لازم يكون المستهلك يكون له حق بحياته. فمرقت فترة في سنة 1983 تم يوم العالمي لحماية المستهلك ب 15 آذار وصار يحتفل فيه عالميا. فكل الدول العربية نحن كاتحاد كلهم محتفلين بهذا اليوم. نحن شعارنا هاي العام هو حماية المستهلك مسؤوليتنا جميعا. إن شاء الله بكرة عنا الاحتفالية بالتعاون مع غرفة التجارة دمشق عند الأستاذ غسان قلا. حماية المستهلك ضرورية، هي حق المعرفة، حق المعلومة، حق السعر، حق الأمان، حق الاختيار. لازم كل واحد فينا يكون في له حقوقه، والحق اللي إليك ما لازم تسكتي عليه. لما بدك تروحي تشتري أي شغلة بدك تروحي تاخديها من حقك تعرفي شو هي. تماما، ما بيصير تتغاضي عنها. في شيء اسمه بطاقة بيان لازم أنت تتعرفي عليها، لازم من واجبك أنك أنت تسألي قبل ما تاخدي أي شغلة تقري بطاقة البيان، يا ترى هل موجود عليها المواصفات؟ هل موجود عليها سعرها؟ هل موجود عليها بلد المنشأ؟ هل موجودة عليها مدة الصلاحية إذا كانت مادة غذائية؟ صحيح، ضرورية. ولازم نطلب الفاتورة، واجبك أنك تطلبي فاتورة إن كنتي بمطعم، إن كنتي بدك تشتري أي سلعة بدك تاخديها لازم يكون في إلى فاتورة. أما إذا ما أخذتي فاتورة ومشيتي هذا كتير غلط. هذا هون اسمه واجبك أنت كمستهلك أنك تطلبي فاتورتك حتى تقدري تحصلي على حقك. يعني اليوم مدام سراب عم نحكي قدي فعلا مهم حماية المستهلك، لكن أيضا في عديد من النقاط اللي هي بتترتب على المستهلك. هي أولا الوعي بالخطوات اللي لازم يتخذها مثل ما تفضلتي وحكيتي من تاريخ الانتهاء والصلاحية، وأيضا للسعر، وأيضا تواجد الفاتورة، وكثير من النقاط اللي فعلا كثير من الأشخاص ما بيسألوا عنها. خلينا نوضح اليوم واجب المواطن قبل ما يطالب بحقه. هي اسمها ثقافة الشكوى. نعم، نحن كتير عم نسعى لثقافة الشكوى. من نشاطات الجمعية بكل شهر عنا بمركز ثقافي أبو رماني مسؤول، المسؤول عن الصحة، مسؤول عن التغذية، مسؤول عن الطب، مسؤول عن القانون، مسؤول عن التشريعات. يعني كل آخر أسبوع من يوم سبت من كل شهر نحن عنا ثقافة مستهلك. نعم، وهذا كتير مهم. بس المشكلة نحن عنا في كلمة حرام وحلال. تمام، وهذا الغلط. غلط لما أنت بتيجي بتسكتي عن حقك أنت لازم تطالبي فيه. صح، فهون ثقافة إنه ما بيصير تقولي حرام وحلال. مدام سراب مزبوط، لأنه بيقولوا لا يموت حق وراءه مطالب. صح، هيدا الفكرة يعني دائما لازم يحطها المواطن بعين الاعتبار، وخاصة بظل الظروف اللي نحن عم نعيشها. فطلب الفاتورة هو يمكن شيء صار بديهي، أو بأي مول أو أي محل عم يتم إنه طباعة فاتورة، ولكن في محلات بتتغاضى عن هالشيء. يعني ممكن تكون في تلاعب بالأسعار. مطاعم، صحيح. قديش مهم انه الشخص يطالب بحقه بنفس الوقت يلي عم يقدم له الفاتورة كمان من واجبه هو يقدمها بلا ما يطالب. بس قديش يعني هيدا الفكرة بين
المستهلك وبين ايضا التاجر اللي عم بيقدمها. لازم هلا في التاجر توازن، مستهلك ومستهلك تماما تمام. هاي الفكره. هلا لما انت في كتير ناس، هلا نحن ما بنجي نجمع كل الناس، في شيء ضعيف النفوس تماما، بتروحي لتشتري فرضا قميص او مثلا بلوزه، تجي لتاخديها طبعا ما فينك تقدري تقيسيها عنده، اخذتيها رحتي على البيت، جيتي لتقيسيها لقيتيها صغيره، جيتي بدك ترجعيها ما بقيت يرجع لك اياها، لا عطينك فاتوره ولا عطيكي اي شيء، بقول لك انت ما اخذتيها من عندي. طيب انت طالبه بالفاتوره، من حقك ما في فاتوره لا تشتريها. طيب انت لما اخذتيها بدك تعرفيها حرير، بدك تعرفيها قطن، بدك تعرفيها بوليستر، ما بدك تشوفي شو المواصفات اللي موجوده عليها. طيب بحال انه انت هي ثقافه الشكوى، تتصلي على 119 إذا دمشق، 120 ريف دمشق، أو على الجمعية 213-0635 رقم الشكاوى عنا. فهي مباشرة نحن منقوم بواجبنا، أو التموين الرقابي بتقوم بواجبها. وين بتكوني حضرتك موجودة؟ بيجي لعندك، إذا كان في من قياسك موجود بيعطيك البدل، ما في بيرجع لك المصاري. بس ما حدا عم يجي يشتكي لهالموضوع. فهذا لسه الناس ما بتعرف لوين بدها تروح. نحن عم نقول هذا شيء جزء من حقك انت كحق مستهلك. هلا في حق ثاني، انه ثقافه الشكوى، بتنزلي على السوق ما انت ما عم تعرفي تختاري شو بدك تجيبي، اهم شغله تكتبي شو اللي انت بدك تاخدي على حسب المدخول اليومي او المدخول الشهري اللي عندك. ما تاخدي انت لمده 10 ايام، خذي لمدة يومين، لمدة ثلاثة أيام. لأنه هلأ نحن بموسم، صار الربيع وصار الصيف، بلشت تنزل الأسعار مع ما. فأنت محتمل اليوم أخذتي كيلو البندورة بسعر، بس بعد يومين حيكون أرخص لسه. وأنت لما بدك تنزلي على السوق بدك تدوري أكثر من محل لتقدري تاخدي جودة أول شيء، وبعدين سعر. أنا ما بفكر أنه ندور على السعر قبل ما ندور على الجودة. خاصة الأغذية، دوري أول كل شيء على الجودة وبعدين دوري على السعر. بس خدي شيء بيناسبك، لما انت بتدوري بالسوق اكثر بتلاقي الشيء الافضل. نعم. خلينا كمان مدام سراب نحكي عن بكرة اللي هو في ملتقى بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق. خبرينا اكثر شو هي الاساسيات اللي رح يتم الحديث عنها بكرة. حيكون نحن طلعنا من نمط انه المحاضرات، نحن عملنا المؤتمر كان يوم العالمي لحماية الأغذية، وهلأ البكرة حيكون حواري بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بين وزارة الصحة، بين وزارة السياحة، بين هيئة المواصفات والمقاييس، بين خدمي لكل شيء، كهرباء، مي، مازوت، بنزين، غاز، كل شيء طروحات حتكون حواري. نقطة حوار بكرة حتكون موجودة. نقطة الحوار حتكون خدمي بشكل كامل، شو بدك انت، بتقدري تسألي، بتقدري تحاوري المسؤول لنوصل لنتيجة. يعني نتيجة الغاز، هل يا ترى ما له انه مو موجود الغاز؟ طيب بنوجد الغاز، وين الآلية المضبوطة اللي لازم تكون على أرض الواقع وقت التوزيع؟ يمكن الاعتمادات الموزعة دائما هي اللي بيعتمد بدها مراقبة. أي الاعتمادات هي تمام بدها مراقبة. إذا بدنا نفوت بهذا الموضوع فهو موضوع كتير واسع. يمكن أزمة الغاز ما رح ندخل بهذا التفصيل، أو أزمة تانية. نحن عم نقول مثلا لما لا بتقول مزبوط عم تحكي 100%، بس أنا قصدي إنه الاعتمادات يعني المفروض هي تكون مراقبة، يعني هي معتمدة في عالم خصوصي، غير إلا إذا مثل ما قلتي في ضعاف نفوس ممكن ياخدوا ويحتكروا ويعطوا للمواطن بسعر تاني. هي سعر الدولة أكيد ضمن سعر الدولة هي توفر وبالأسماء تماما. تماما قديش الاعتمادات هي لازم تشدد الرقابة على أصحاب الاعتمادات، مو أي شخص ياخد جرتين غاز ويبيعهم للعالم. قديش مهم وبشغلات تانية. إن شاء الله انحلت مشكلة الغاز، بس المشكلة إنه تنظيم تمام. هذا غلط. ما في تنظيم. يعني أنا لما بقول مثلا اليوم نحن عم نوزع فرضان بقرنة محددة، لازم تكون عن طريق المختار، ولازم تكون مقدمين وعن طريق التسلسل، وكيف الواحد بيحفظ حقه. أما لما بيجي فوضى وأنا بعد منتظر وحدا يحملها وينتظر، يعني نحن هلأ موضوعنا في شيء موضوع خدمي، يعني مو بس الغاز ومو
مو بس المازوت ومو بس نفكر بكرة شو بدنا ناكل. على مستوى خضرة 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 على مستوى الخضرة على مستوى يعني في كل شيء، كل شيء بيخطر على بالك هو من حقك أنت تطالبي فيه. خلينا نجيب مثال، الإعلانات المضللة كتير عم بتأثر علينا نحنا بهالوقت اللي نحنا موجودين فيه. البلد نحنا بتعافي وكل مالنا للأفضل إذا الله راد، فليش نحنا ما يكون في شيء اسمه ثقافة شكوى؟ مو كل شيء نحط على النت نحنا نصدقه، هذا غلط أبدا. كل شغلة بتحط موجودة على النت صرنا نحنا من دواء نصدقه، من مادة غذائية، من أي محل، من أي محل، من أي مواد، هذا كله غلط ما بيصير. أي واحد بيجي بده يعمل التضليل، بده يعمل أي شيء بالإعلام بينزله، هاي اسمها ثقافة شكوى. شيء تاني ما بيصير أنت تروحي تاخدي قطعة كهرباء إذا أنت ما كنتي أخدي ضمان كفالة، بدك تاخدي كفالة، بدك تاخدي دفتر ضمان لتضمني حقك. خاصة موبايلات هلأ بهالوقت بتروحي بتاخدي من محل هو صيني ما هو أورجينال، ولما بدك تجي لتصلحي بيقلك أنت ما سألتي، أنت ما بتعرفي حقك، أنت صار عليه مي، أنت في شيء اسمه حقك، هذا ضمان إليك. فكتير لازم يكون نحن عنا توعية. وهلأ بلشت ثقافة الشكوى تصير. غير ثقافة الشكوى مدام سراب، اليوم نحن عم نحكي وجع فعلا مجتمع، وجع الشارع السوري. عطينا مثال صغير اللي هو الغاز، واللي هو فعلا كان أزمة فعلا حقيقية اليوم بين الناس. وصلت أوقات ل 12,000 13,000، ورغم هيك عم بتجيب الناس. اليوم بدنا فعلا ملاحقة وبدنا نحط حد لهي المواضيع، مو بس بالغاز. برجع بقول في كتير من المواد الغذائية اللي عم بتصير غير ثقافة الشكوى. اليوم بيجوز إنسان أو مواطن يقول أنا المهم أني أمن بيتي وما بدي روح أشتكي. اليوم أمنتها بكرة ما أقدر أمنها. اليوم كيف ممكن نحن فعلا نحط حد لكل هاي التفاصيل يلي عم بتصير مع كل إنسان فعلا تعرض له عايش بهاي البلد؟ طيب إذا أنت عم تتعرضي لأي مشكلة وأنت ما عم تحكي عنها، كيف بدي أعرف وجعك؟ تماما صح ولا لا؟ نعم. فهي برجع بقلك اسمها ثقافة شكوى. أنت لما بتفوتي على مطعم وبيكون بتسجلك على فاتورة أكتر من حقك اللي أنت لازم تدفعي وأنت ما طلبتي بالفاتورة، وبتجي أنت بتدفعي وبتمشي، نعم، بتجي أنت مثلا بدك تروحي تاخدي دواء، اللي على فكرة أنه نقيب الصيادلة كمان إن شاء الله بكرة موجودين معنا كمان عن الأدوية المهربة والمزورة اللي عم تدخل ضمن المنافذ الحدودية وما في إلا رقابة. يعني في شيء لازم تسقيف، التسقيف المستهلك كتير مهم. نحن دخلنا بالمناهج التعليمية بال 2017 لحماية المستهلك من صف الثالث للبكالوريا. صار في شيء اسمه ثقافة الشكوى، منبلش من عند الأطفال. لما بتبلشي بتزرعي فيهم شيء اسمه حقك وواجبك، بيكبر وهو معه أكيد. فأما للكبير للأب تيجي بتقلي له بيقلك لا أنا شو بدي بهالقصة، لا بدي اشتكي ولا شيء، مثل ما قالت أنه خلص أنا خلص. أمنت بيتي، أنا أمنت ما بيهمني بقى غير. فكمان غلط، كان بيأذي حاله وبيأذي المجتمع. ولكن بدنا ننوه لنقطة، إن شاء الله يا رب أي إنسان بيشتكي يكون في حدا مصداقية. بيسمعه، حدا بيسمعه، في من حدا يسمعه بس يكون حدا يلاحق الموضوع تبعه. يمكن وقت أنا بشتكي لحدا وبينصفني بيتشجع غيري وبيرجع أكيد. بيشتكي لأله. بدنا نتمنى أكيد أي شكوى بتتم من أي مواطن، وبتمنى بكرة مين ما بيحب يجي يحضر. أهلا وسهلا بغرفة التجارة دمشق عند الأستاذ غسان قلاع، هو بالحريقة مواجه الصاغة. فإمتى ما حدا إجا بكرة أهلا وسهلا فيكم لمناقشة الحوار. وهذا يوم العالم لحماية المستهلك، على القلب أعلى صوتنا قول إنه حق وواجب. أكيد بدنا نقول سالي الله يعينه المستهلك، لو إنه في يوم إله بهالسنة يعني يوم لحتى نتذكر يمكن أوجعنا كلياتنا، كلياتنا مستهلكين وكلياتنا مواطنين. أكيد. بالنسبة للجمعية، جمعية حضرتكم، خلينا نقول يوم كيف طورت نفسها. مثل ما كنا عم نحكي الصعوبات عم بتزيد كل يوم، يمكن في عقبة، في ألم داخل كل إنسان. اليوم شو عم بتقدموا للمواطن؟ كيف عم تستمعوا للشكاوي اللي لسه ما عم تقول رد لعندكم؟ الشكاوي كتير عم تجينا، بس أيام تجينا شكاوي كيدية، وهي لازم نتحقق منها قبل أي شيء تاني.
يعني حدا بيحب يشتكي عن حدا بس بيكون بحق. بشكل كيدي بحق تماما. لا لا, مو لا بحق. ما بيشتكي تماما بيشتكي هو لازم بشكل يشتكي بحق, بحق. ايه. فنحن كتير بنقول لما انت بتتصلي على 119 دمشق وعلى ريف دمشق 120 بتجي لعندك الضابطة وانت بتاخدي حقك انت وموجودة نعم يعني قدامك. أما هي عم بتحد من الشكاوي الكاذبة يمكن ما هيك؟ ايه هلا هلا كثير بس بيجينا ايام شكاوي واحد عم يشتكي على جاره ما بعرف على جاره انه تعي شوفي هذا المحل شو عم يبيعه غالي بنروح نتفاجئ بنقول ما في شيء سعر طبيعي ضمن التسعيره كيدي عرفتي كيف؟ فهي شكوى كيديه. اما انت كحقك كمستهلك بتحاسب على الشكوى الكيديه صاحب الشكوى يعني ما هو شو عم يصير بيقدمه وما بي ما بيقول اسمه هذا النقطة ما كيف بتنوهوا علي انه الواحد يقول اسمه فلا المفروض انه يكتب اسمه ورقم موبايله حتى تكون فعلا موثقه الشكوى بس ما تكون بشكل عشوائي تنزل الضابطة وما يلاقوا في شيء مزبوط. كمان بدي نوه انه كثير ناس عم تشتري من الطرقات على الرصيف مو من محلات فأي مادة بتمنى أي مادة غذائية أو أي شيء حتى لو كانت بطاريات حتى لو شو من كان ما حدا يشتري أبدا من على الرصيف لأنه هي معرضة للشمس معرضة للهواء معرضة للرطوبة إذا كانت بطارية خربت إذا كانت أي مادة غذائية بيجينا كتير شكاوى بس ما بيحددوا من أي محل أخدينا نعم. نتفاجأ بالأخير إنه هن أخدينا من عرصيف بتكون منتهية مدة صلاحيتها يا أما بتكون سوء التخزين من الهواء والشمس من الرطوبة بتصير العلبة منفوخة نعم. يعني خربانة شو ما كان يكون فيها موبايل. ليش نحن ما بناخذ شيء مقرنه موثقه نعم. من محل ما يعني يكون محله مضمون كثير بدي نوه كمان على شغله كثير اهم انه اكلات الاطفال الطيبه اللي نحن بنقولها بسوريا انه اكلات اطفال طيبه شو عندنا غيرنا اسم الشيبس نعم. هن دائما حاطينهم برات المحل نعم هذا اسمه سوء تخزين نعم. نحن نمنع أولادنا ما بيصير من حق الطفل يأكل شيء سليم نعم. بس تاخديه تختاري بس من محل جوا مو يكونوا برا معرضين نعم. للشمس وللهواء أكيد يعني مدام سراب كتير من التفاصيل يلي نحن فعلا لازم نحكيها بشكل موسع أكتر حبينا اليوم نستضيفك لحتى بسلام. فعلا نذكر أنه لكل مواطن له حقوق وأضعنا على الواجبات يلي فعلا المفروض هو يساويها لحتى يضمن حقه بالنهاية بدي اتشكر وجودك معنا جزيل الشكر شكرا ان شاء الله كل يوم في حق مستهلك اكيد لازم هيك اكيد كل عام وانت بخير وجميع مواطنينا بالف خير أكيد وبنرجع بنقول ما بيموت حق وراء مطالب